السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا نقض الإمام الوضوء إذا نقض الإمام الوضوء بالتشهد الأخير. نعم. إذا نقض الإمام وضوءه، وكلمة نقض ينبغي أن تقول إذا انتقض وضوء الإمام، لأنه لا يجوز للإمام ولا لغير الإمام وهو في فريضة أن ينقض وضوءه، لكن قل إذا انتقض وضوء، إذا انتقض وضوء في التشهد الأخير انصرف وقال لأحد الجماعة تقدم وسلم بهم، أو قال لهم أتموا صلاتكم فرادى. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.